السلام عليكم. موقع اسمه ماجيك بن بيخليك تكتب مقالات بشكل قوي جدا. هو بيستعمل بشات جي بي تي سواء 4 او 3.5. ممكن اقول له هنا انا عايز اكتب مقاله، او انا عايز اكتب الاوتلاين بتاعها، او ان انا عايز اكتب ملخص ليها. في اختيارات كتيره جدا جدا، تقدر تختار ايه اللي انت عايزه منها. تمام. طيب انا هختار مثلا ارتكل رايتنج، فبيقول لي اكتب ايه المواضيع اللي انت عايز تكتب فيها. فممكن تديله 5 6 مواضيع، ايجيبت مثلا، هيستوري، وتقول له ويب سيرش، يعني خش على الويب سيرش وهات لي اخر معلومات، ما تكتفيش باللي موجود. وهنا الرولز، هل انت عايز تكتب ككاتب، كتيتشر، كستودنت، كمانجر، اللغة اللي انت عايز تكتب بيها. العربي موجود والانجليزي موجود، وفي لغة تانية موجودة كتير. طيب الببلش، عايز تكتبها كورك ولا ايميل ولا سوشيال ميديا. التون، عايزها طبيعية ولا فورمال ولا حزين، وهكذا. فبدأ فعلا يكتب لي كل حاجة عن التاريخ، مصر القديمة او قدماء المصريين بالشكل ده. فهو يساعدك لو انت عايز، ممكن تديله مقالة وتقول له اعمل لي تشيك على الجرامر. تمام. ممكن تقول له انا عايزك تساعدني في كتابة السي في، عايز كود موجود، تقدر ان انت تخليه يفحص لك كود. ففي خدمات كتيرة جدا جدا زي ما انت شايف. ممكن تقول له انا عايز الخدمات الخاصة بالتعليم، فتلاقي فلترهم لك. عايز حاجات الشخصية، عايز حاجات الكودينج، سواء هو يكتب لك كودينج او يصلح لك البج او المشاكل الموجودة، او يعلمك الكود او يشرح لك كود. كل الحاجات دي موجودة في ماجيك بن. اتمنى يعجبكم ان شاء الله.